الحمد لله على السلامة، نورت الشرقية. المعلم عفت السكري. قلت ايه يا معلم عفت؟ مش هعرف الكمية المطلوبة قد ايه؟ انت عندك قد ايه؟ عندي بضاعة يجيلها بتلاتة مليون. هشيلها كلها. وهتوزعها ازاي؟ ده شغل انا بقى. المهم حاسب كيلو البني بكام؟ بميتين الف. تبقى بتهزر يا معلم وبتضيع وقت. طب قول انت يا صلاح بيه. انا بقول نحسبه على 140. عندنا مصاريف كتير، سماسره ومخزنجيه ونقل وموزعين. قلت ايه؟ معلم عفت، معلم عفت. نعم. الو، انت اتجننت يا جدع؟ انت في حد يكلم المعلم عفت بالشكل ده؟ ده شغلي وانا حر فيه. انت تاخد حسنتك ومالكش دعوه بحاجه. طيب ده السوق عليا يا كلب. ايه يا معلم ده؟ هي ايه الحكايه؟ اقعد مكانك. زهدي الظهر عليه عجز وخاب، بيشغل معاه مرشدين. ما تخافش، مش هخليهم يقتلوك، اصل خساره واحد منهم يوسخ ايده بقتلك. سامحني النبي يا معلم. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك. انت بتسمع وتشوف وتتكلم، من هنا ورايح هتسمع وتشوف بس. اقطع لسانه. سامحني يا معلم، سامحني يا معلم. انت خساره تشتغل مع واحد زي زهدي. حضر فلوسك وتعالى شيل البضاعه. شرفت وانست. انا اللي بدي الاوامر والتعليمات. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا زهدي، انا الكل في الكل، الراي راي والشورى شورتي. زي ما عملتك اقدر اعمل غيرك. ما حدش ليه فضل عليا. جراحي ودماغي هم اللي وصلوني اللي انا فيه. خلاص كبرت يا صلاح عبد الراضي. وعلى مين؟ على زهدي. ضحك عليك عفت السكري، خوفك يا صلاح. انا ما بخافش. وهدان هو اللي سافل وجبان، كان هيضيعنا، يستاهل اللي جراله. طبعا، ما انت بقيت معلم كبير، رايح تتفق على عملية بتلاتة مليون جنيه. تقدر تقول لي هتجيبهم منين؟ وهتوزعها ازاي؟ الفلوس تحت امري في اي وقت، يوم ما مايل على اي معلم هيدين اللي انا عايزه. والتوزيع شغلتي يا زهدي بيه، ولا عيدنا طول عمرنا نفضل شغالين على كيلو بودره متهرب رافع ولا لازق. انا بقول تفتح لنا كشك سجاير نقعد فيها احسن. الفلوس سعرتك يا صلاح، خلاص بقيت تحلم بالملايين. واللي معاهم الملايين احسن مني في ايه؟ اللي يحب يعيش في قرنة لازم يمشي جنب الحيط، يحسب حساب كل خطوه كويس. انت ماشي في طريق نهايتك. انا نهايتي مرسومه قدام عينيا من يوم ما وعيت على الدنيا. مش اتلعب الراحه ولا ركبت لها طياره، نهايتي هي هي. سكينه في ظهري يا رصاصه في صدري. انا مش خايف من نهايتي، انما انت اللي خايف يا زهدي بيه. واللي يخاف في الزمان ده ما يعيش. عفت السكري مستني مني تليفون. هنشيل البضاعه سوا ولا تشيلها لوحدك؟ كمل، سكت ليه؟ انا لسه باقي على اللي منه. امشي في سكتك لوحدك يا صلاح، انسى انك عرفتني خالص. براحتك يا زهدي بيه. أنا بدأت أخاف يا صلاح. زهدي عينيه كانت مليانة غدر. يا ريته يغدر ويكشف على اللي جواه، ساعتها يعرف مين هو صلاح عبد الراضي. ما أكدبش عليك يا صلاح، أنا ما عادش بيجيلي نوم. وأنا في البيت عيني على باب الشقة، حاسس من لحظة والتانية إن البوليس هيخش عليا. حتى اللقمة اللي باكلها بقى طعمها مر في بقي. إحنا مش عايشين يا صلاح، دي مش عيشة. بقول لك إيه؟ أنا مش ناقصك هتبقى أنت أمي. سعيد، اوعى الخوف يتملك منك للضيع. مش قادر يا صلاح، مش قادر. لا هتقدر. افتكر نومة الرصفة والايام السوداء اللي عشناها وانت تقدر. افتكر الايام اللي كنت بتشتهي فيها اللقمة الحاف وانت تقدر. بص لام واختي شوفهم عايشين ازاي وانت تقدر. انسى الخوف يا سعيد عشان تعيش.
أسألك سؤال تجاوبي عليه بكلمة واحدة، يا يا لا. في إيه يا صلاح؟ تتجوزيني؟ أنت بتقول إيه؟ ولا لا؟ ساكتة ليه؟ ما بترديش ليه؟ لا يا صلاح. لا؟ أيوة يا صلاح لا. أنت وزهدي حياتكم على كف عفريت، ممكن باللحظة والتانية تضيعوا. مع زهدي ما تفرقش، لأنه بالنسبة لي سجان. لكن أنت لا، علشان بحبك. عشان بتحبيني ترفضيني؟ أيوة. مش عايزة أفضل عايشة معاك في خوف وقلق باللحظة اللي ممكن تضيع فيها قدام عيني. إلهام أنا محتاجك، ما تتخليش عني. ارجع صلاح اللي عرفته في بولاق، هتلاقيني خدمتك وبين ايديك. انتوا جرى المخوكوا حاجه؟ عايزين نرجع للفقر تاني ليه؟ اسيب كل اللي انا فيه وارجع صبي ترزي باليوميه تاني؟ يا ريت يا صلاح يا ريت، على الاقل هتاخدني في حضنك وننام واحنا مرتاحين البال. انا بحبك يا الهام، بحبك. ما تخلينيش اضعف يا صلاح، صدقني اللي بقوله ده لمصلحتي ومصلحتك. سبق قلت لك بص تحت رجليك، لا تقع في حفره ما تطلعش منها. بتهددني يا زهدي؟ زهدي بيه يا كلب، لولا اني باقي على عشره كنت كسرتها لك. يصير الحي يتلاقى يا صلاح يا ابن عبد الراضي. ده لو عشت لحد ما نتلاقى يا زهدي يا ابن نفيسه. اهلا صلاح بيه. اهلا سعيد بيه. الترابيزة بتاعتكم محجوزة بتاعت كل يوم وعليها ازازة الويسكي المضروبة برضو. ها؟ مش معقول يا فندم. طب على ايه النعمة لو كانت مضروبة لهزعل؟ صلاح اعرف كل حاجة دلوقتي. صلاح المحل بتاعي مفيش داعي للشوشات. صلاح صلاح اوعى 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 أنا مش صغيرة وأنا عارفة مصلحتي كويس. حطي نفسك مكانه. أنت ما تعرفيش أنت تبقي إيه بالنسبة له. يا أمل أنت كل حاجة في حياة صلاح. كان دايماً يحكي لي عنك وعن حبه ليكي. أمل أنت أطهر شيء في حياة صلاح، ومن حقه إنه يخاف عليكي ويحميكي. يحميني من إيه؟ من واحد زي اللي كنت بترقصي معاه. أنا بحبه. وهو بيحبك؟ أيوه. اللي كان بيعمله معاكي وانتوا بترقصوا ما يقولش ابدا انه بيحبك او حتى بيحترمك. ارجوك حاسب على كلامك. معلش هي دي الحقيقه. كونه يسهرك لحد دلوقتي وفي مكان زي ده بياكد انك بالنسبه له مش اكتر من. ارجوك ما تكملش. انت حلوه واكتر من واحد يتمناك ويحبك ويخاف عليك. زي مين؟ كتير. اي واحد يكون له مستقبل، مش مهم غني ولا فقير، المهم انه يكون بيحبك بحق وحقيقي ويقدر يحميك. زيك كده. بقول لك ايه، انا وصلاح اكتر من الاخوات، وانتي اخت صلاح. ارجوك يا امل ما تفهمنيش غلط. تصبحي على خير. انا ما عرفتش اسمك. سعيد.
نتقابل في جهنم. ما تخافوش، اخلي زهدي يحصلكوا عشان يدفع لكم بقيه حسابكم. وعيش ما انتش بقيت دلوقتي، ما انتش بقيت بتموت وموت خطي ولا تنحيش، بدا الحريق والموت اخر تلعب على الخسران. جاور السعيد تسعد. قلت ايه؟ مانو مانو كده احبك. راح في عيني ده يا الغبي ده. الله ينور يا رجاله. انزل رافع ايديك. ايه في ايه؟ دلوقتي هتعرف. هذا رافع، ما اللي بيحصل ده؟ حالا هتعرف. مش ممكن، مش ممكن، انا عمري ما شلته. والله وقعت يا زهدي. الاخباريه صدقت المره دي. زهدي كانت لازم تيجي يا حبيبي. انا مرتك يا زهدي. حتى لو عرفت ان كل الفلوس ضاعت وعباد صدري اتحط تحت الحراسه. مهما اللي كان بيننا المفروض ان انا اقف جنبك. جنبي؟ ولا جايه تطمني على حريتك؟ جايه تشوفي سجانك وهو بيتسجن؟ انا خسرت كل حاجه يا الهام، وانت كمان من ضمن الحاجات اللي خسرتها. انا كنت عارف ان دي هتكون نهايتي في يوم من الايام، لكن امتى وازاي وبايد مين ده اللي ما قدرتش اعرفه ابدا. ظهر عليا اني عجزت، كبرت. صلاح كان أسرع مني وأذكى، عشان كده هو اللي كسب. مبروك عليك صلاح، مبروك عليك سجانك الجديد. قاسي حتى وانت في محنتك. بلغيه على لساني انه بيلعب في دايرة مقفولة، النهاردة فوق وبكرة تحت. كفاية كده. زهدي هو البادي، وكان بيدي اقتله واتويه من على وش الأرض زي ما كان عايز يقتلني. زهدي ما يتزعلش عليه، وأنا لسه عندي كلمتي، نتجوز يا الهام. وفتح عينيا في يوم ادور عليك ما لقاكش جنبي. هأمن لك حياتك ومستقبلك. ازاي وانت نفسك مش حاسس بالامان؟ سكتك كلها ضلمه. انا نفسي اعيش مرتاحه من غير خوف. بين دراعات صلاح اللي بيحبك، ما تخافيش. ريت يا صلاح، ريت. اطلبي منه الطلاق، ده حقك دلوقتي. رشرشي حوالينا نجوم ليلنا وفريق
ماشي بالحنة ضارب بيتي دي الغالية هوا العمر الغالي. وتعالي تعالي وتعالي وتعالي تعالي وتعالي وخديني معاكي للعالي. وتعالي تعالي وتعالي وخديني معاكي. اتأخرت عليك؟ ولو اتأخرتي 100 سنة كنت برضه هستناك. براحة علي، أنا مش حامل الكلام الحلو ده. والله يا أمل بقوله من قلبي، حتى سأليه. اللي هو مين؟ قلبي. يا سبحان الله، تجنني. تصدق أنا كنت فاكرك ما بتعرفيش تضحكي زي أخوك صلاح. يجنن يا سعيد يجنن. بس ده بقى ما يكملش إلا بعربية وكمة ألمازات. أيوة، فدي بقى الخالق الناطق صلاح أخوك ابن عبد الراضي. ما تخافش، مش هقول لك اشتريهولي. من صغري وانا متعوده اني انزل في الاعياد وابص على البتارين واقول الشنطه دي بتاعتي والفستان ده هو اللي هعيد بيه والجزمه دي بقى هي اللي تمشي مع الشنطه والفستان. بس عمري ما عيدت لا بفستان ولا بشنطه ولا بجزمه جديده زي بقيه البنات. كل اللي كنت بعمله اني انام واحلم اني لابساه. بس لعلمك بقى انا كنت بنقي احلى موضات. اكيد. وانت كنت دافع حاجه فيهم؟ امل، انت عمرك ما حبيتي. وانا صغيره كنت دايما اسمع ان البنات اول ما تحب تقع في حب ابن الجيران. لكن تقول ايه للحظ بقى، انا الوحيده بين كل البنات اللي عمري ما حبيت ابن الجيران. ليه بقى ان شاء الله؟ ما كانش عندهم ولاد؟ لا وانت الصادق، احنا اللي ما كانش عندنا جيران. سعيد. يا عيون سعيد. انت بتشتغل ايه؟ دي حكايتي يا امل. كنت كاره الدنيا وبقول انها عندها معايا. ما كنتش عارف ان العيب فيا مش في الدنيا. لكن عارفه عمرها ما ضحكت لي وزهزهت في عينيا غير يوم ما عرفتك. انا بحبك يا امل، بحبك يا مجنونه، والله بحبك. وانا كمان بحبك يا سعيد. بس هنعيش ازاي؟ ولا تشيل هم، انا واد لهلوبه وشاطر، اخطف القرش من حنك السبع بس بالحلال عشان اخر الليل بعد ما نتعشى اخدك في حضني وانام مرتاح من غير خوف. نفسي ارتاح والاقي صدر حنين ارمي راسي عليه. اهلا يا سعيد. ايه يا ابني كل ده بتفرش البيت الجديد؟ صلاح مالك في ايه؟ أنا جاي أقول لك أشوف وشك بخير. إيه مسافر؟ ما تتكلم على طول يا جدع. بصراحة بقى أنا جاي عشان أودعك. تودعني يعني إيه؟ يعني صلاح أنا ربنا هداني عن سكة الموت اللي إحنا ماشيين فيها دي. هتسيبني لوحدي يا سعيد؟ انت اخويا وصاحبي ودراع اليمين، انت الوحيد اللي بحس معاك بالامان. غصب عني يا صلاح، عشان خاطر ما تحاولش تاثر عليا. انا ما صدقت ان حته العقل اللي جوايا زادت وربنا نور بصيرتي. صلاح انا بحب، انا بحب الدنيا يا صلاح، وعايز اعيش زي بقيه الخلق، مش عايز اموت في الضلمه. ارجوك ساعدني اعمل معروف. اساعدك في ايه؟ في الجنان اللي انت بتقوله؟ هتعيش ازاي؟ هتشتغل ايه؟ اي حاجه، المهم اخر الليل احط دماغي على مخده وانام مرتاح. تبقى اتجننت صلاح عشان خاطري. تعالى معايا. اجي معاك فين؟ واسيب ده كله لمين؟ اسيب الفلوس والقوه؟ نسيت يا سعيد اللي كنا فيه؟ نسيت اللي عملوه الناس فينا؟ جاي دلوقتي بعد الناس ما بدات تعمل لي الف حساب جاي تقول لي نبدا من جديد؟ احنا دلوقتي معانا فلوس كتير قوي وممكن نشتغل اي شغلانه شريفه. طب قول لي، قولي على شغلانه شريفه تكسبنا المكاسب دي كلها. قول. يعني مفيش فايده. هشوف وشك بخير يا صلاح. ما تسيبنيش لوحدي يا سعيد ارجوك. لا يا فوت سكتي، لو وحشتك يبقى مر عليا. اشوف وشك بخير. حكاية الشرف اللي طلع لي فيها دي.
المفروض يسد. يا عم دي مثلا راحت طول يا اخي، الناس لبعضيها. ارجوك يا حاج تيجي معايا. ما جتش معاك جرايه يا حاج فهمي. انت عشان متاكد ان انا ما اقدرش اتنقل خطوه من غيرك عايز تذلني وتقول لي ما اجيش معاك؟ استغفر الله، انا قصدي القريب اولى من البعيد، انا مش عايز اتعبك. على العموم يا سيدي، اذا ما كنتش مصدقني روح يا سيدي مطرح ما انت عايز. مالك؟ في احنا مش كان في بينا اتفاق تاني يا صلاح؟ تاني وتالت ورابع، احنا متجوزين اكتر من 6 اشهر اهو، مستنيه ايه؟ لا انت فيك عيب ولا انا فيا عيب؟ ليه مش عايزه تخلفي لنا حته عيل يملى علينا البيت؟ نتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدين امتى؟ ناقصك ايه؟ محتاجه ايه؟ انت عندك لاي واحده في الدنيا تتمناها؟ قولي لي مستنيه ايه؟ قولي لي. تصبح على خير. وصلت الحاجة يا مصطفى؟ صلاح حريص وذكي جدا يا فندم، انما بطقطقة الودان قدرت اوصل لان صلاح بيعتمد في استلام وتسليم بضاعته على مخزن كبير من مخازنه، والحمد لله عرفت مكانه. عظيم. سامي، تراقب المخزن السري ال 24 ساعة وتغير المراقبة كل يوم علشان ما حدش يشك فيكم. وانت يا مصطفى خلي بالك من نفسك، صلاح مش سهل، واذا شك فيك هتبقى مصيبة. مش عايزين حد يفلت من ايدينا. امال صلاح بيه فين؟ صلاح بيه لا بيسلم ولا بيستلم، بيخطط وبس. ماشي، الامانه دي بقيت عارفه البيت السكري، وليه امانه عندك؟ جاهز يا مالك يا صلاح؟ بتبص لي كده ليه؟ عايز اعرف ايه اللي جواكي. صدقني يا صلاح انا بحبك. بأمارة ايه؟ العيال اللي خلفتهم لي ماليين عليا البيت؟ وطي صوتك يا صلاح، احنا كل الناس. انا ما يهمنيش حد، ما يهمنيش حد، انا كل اللي يهمني بقى اشيله بالدراعات. وطي صوتك يا صلاح. ايه مكسوفه يا برنسيسة؟ خايفه على راحه الناس؟ وانا اللي مغرقك في الذهب والالماس، مش خايفه على راحتي؟ ساكته ليه؟ ولادهم قولي للناس، ولو ليه مش عايز تخلي فيك يا صلاح؟ انت سكران يا صلاح؟ انا مش سكران. انا خلاص فضيه. بعدين انت عايزه ايه اكتر من اللي انت فيه؟ انت ولا حاجه، وبفلوسي هشتري 1000 زيك، ومن بكره هرجعك للرصيف اللي جيتي منه. انا اللي مش هقعد معاك بعد كده ولا دقيقه، هرجع للشارع اللي انت بتهددني بيه. بس قبل ما اسيبك لازم اقول لك ليه انا ما كنتش عايزاك تبقى اب، لانك ما تنفعش تبقى اب. ما كانش ممكن اخلف لك عيل علشان لما يكبر ويسالني ابوه فين، كنت هقول له ايه؟ ابوك خد حكم اعدام او حتى في السجن. تقدر تقول لي لو كنت خلفت لك عيل وكبر وراح المدرسه وزمايله سالوه ابوك بيشتغل ايه؟ كان هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم تكر مخدرات قاتل؟ انا كمان تعبت كل ليله بغمض عينيا وانا مش عارفه اذا كنت حاسبه حلقيت جنبي ولا لا. انا ماشيه وسايبه لك مملكتك يا صلاح. اسفه يا صلاح بيه. 60 دقيقة انا مش عايز حد، انا مش محتاج لحد.
الظاهر انك شبعت وريحت يا صلاح، بطنك اتملت وعينيك غمضت. مش انا اللي اتقال له الكلام ده، البضاعة اللي وقعت امبارح وراح فيها رجالة من عندي ومن عندك كان وراها اخبارية. اكيد حد من رجالتك. يا ريت كانت هانت، عشان تعرف انك نايم على ودانك وبيندحك عليك. خد. مش ممكن. مقدم مصطفى نوار من الإدارة، سواقك الخصوصي يا صلاح بيه. العملية دي هتقوم بيها بنفسك، ما تديش الأمان لصبيانك في مسائل زي دي. وحديلك من عندي راجل ملوش قلب ونشانه ما يخيبش. فوق لنفسك يا صلاح، في لعبتنا يا تكون قاتل يا مقتول. مستني ايه؟ ما تطلع وراهم. انت اتجننت؟ ده معاه ابنه ومراته، ممكن حد فيهم يتصاب. ما ينسحب ولا يموت ولا يروح 60 داهية. اطلع وراهم. انا مش ممكن اقتل عيل صغير. انزل برا. عايزكم تجيبولي خبره، اوعوا يفلت منكم. عايز البلد كلها تعرف ان عفة السكري وراه رجالة بياكلوا الحديد، واللي يخرج عن طوعه يبقى الله يرحمه. مفيش مفر الموت في كل النواحي، في كل ثانية فخ وفي كل ناحية. أمجي على روحي وأموت من نواحي، ولا أواجه موتي بعيوني صحية. زمن البراءة ضاع يا دنيا ربية، وعشان أعيش لازم أحاسب وأقاتل. ومفيش رجوع ضرر ومكتوب عليا، وما قداميش غير أكون يا مقتول يا قاتل. ايه هنتكسف من اولها؟ ايه رايك بقى في هش الملابس الجميل ده؟ يا سعيد وحشتنا يا جدع. ازيك يا نجم؟ ايه يالا مالك؟ معاك واحدة اديتها مشط من ايهم؟ مين يا سعيد؟ صلاح. صلاح كلاب. صلاح اديني فرصة افهمك. انا وامل انت وهي حكمتوا على نفسكم بالموت وبإيديا.
مخك طايق يا سعيد؟ ليه ما قلتليش؟ رغم ان صاحبك واخوك ومحدش يعرفك اكتر مني، مش عارف ليه رفضتني. عشان ما كنتش عايزها تعيش زينا عيشه مليانه خوف، ولا تعيش زي امي في تربه صفيح. سعيد كان نفسي احقق لها كل اللي كنت بحلم بيه لنفسي. ايوه بس دي مش مقابله تقابل بيها جوز اختك في ليله فرحه. ما انت كمان فقعتني واحده. حقك عليا يا امل. مبروك مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. ايه يا سعيد يا امل؟ طلعها من هنا. طب انت صلاح حصلت بسرعه. تعالوا مستنيين ايه؟ انا صلاح عبد الراضي الوحش اللي ربيتوه. يلا بسرعه. صلاح يا سعيد صلاح. كان يوم اكبر يوم ما عرفت قدامي. خليني اطلعك من هنا قدامي. يلا وانت ايه اللي جابك؟ حظ الهباب. كان يوم اسود يوم ما عرفت. اتلاقي بس خليك قريب مني. نايم في نفسي ولسه ما جبتي قطرة قرش طريق لوني.